اهلا بكم اعزائي مشاهدي ومتابعي قناه مهارات زراعيه في كل مكان. النهارده ان شاء الله هنتعرف مع بعض في فيديو مهم جدا عن الفرق بين الاسمده الكيماويه والاسمده العضويه. هنعرف ما هو السماد الكيماوي، ما هي مميزاته وما هي عيوبه، ونعرف ما هو السماد العضوي، ما هي مميزاته وما هي عيوبه. نعرف كمان متى نستخدم السماد الكيماوي ومتى نستخدم السماد العضوي. هذا الفيديو يعتبر هو الأساس لمن يريد أن يحترف تسميد النباتات. أولا هنتكلم على السماد الكيماوي. السماد الكيماوي هو إيه؟ عبارة عن مادة كيماوية أو أكتر مضافه للتربة، بتزود سرعة نمو النبات او بتزود انتاجية النبات. في البداية اكتشاف المواد الكيماوية المؤثرة على سرعة نمو او زيادة انتاجية النبات، كانت الاسمدة توجد في صورة احادية، يعني سماد بيحتوي على عنصر سمادي واحد، زي مثلا سلفات النشادر، مطرات النشادر، اليوريا، سلفات البوتاسيوم، سلفات المغنيسيوم، كل ده بيحتوي على عنصر سمادي واحد فقط. مع تقدم التكنولوجي ومع الابحاث العلميه في مجال تغذيه النبات، تم صناعه سماد مركب يحتوي على اكثر من عنصر، سموه ال NPK، لانه اهتموا جدا انه يحتوي بالاساس على اهم ثلاث عناصر كبرى في حياه النبات، اللي هم النيتروجين ال N والفوسفور ال B وال K اللي هو البوتاسيوم. وطبعا العناصر الكبرى اللي هي النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، كل عنصر فيهم ليه دور مهم في حياه النبات. النيتروجين ده مسؤول عن النمو الخضري في النبات، يعني تكون الافرع والاوراق. الفوسفور ده مسؤول عن تكوين وانتشار الجذور، كمان مسؤول عن اعطاء الطاقه او انتاج مركبات الطاقه داخل النبات. لذلك هو بيصلح جدا في مرحله التزهير، بيدي النبات طاقة عالية تساعده جدا على زيادة التزهير. البوتاسيوم هو مسؤول عن تحسين خواص الثمرة، سواء من حيث زيادة الحجم أو تحسين الطعم واللون. وعملوه بنسب معينة. وطبعا نتيجة إن أنا بضيف للنبات بتاعي على الأقل ثلاث عناصر هامة في حياته اللي هما النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، كان لهذا السماد نتائج ملموسة جدا خلال عدة أيام. بدأ العلماء يطوروا هذا السماد وأوجدوا منه عدة تركيبات. أول حاجة الـ NPK المتوازن اللي هو بيحتوي على نسبة ثابتة من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، وليكن مثلا 20 20 20 أو 19 19 19. وده سماد جنرال يستخدم في جميع مراحل النبات بأمان، يعني ممكن أي حد ما عندوش أي خلفية أو خبرة في مجال تغذية النبات يستخدم السماد الـ NPK المتوازن في أي مرحلة من مراحل عمر النبات. بعد ذلك أنتج العلماء بقى الأسمدة المتخصصة، يعني مثلا NPK عالي البوتاسيوم، ده يستخدم في مرحلة الإثمار لتحسين حجم وخواص الثمرة. أيضا في تركيبة عالي الفوسفور اللي بيحتوي على نسبة عالية من الفوسفور، وبالتالي يستخدم في المرحلة الأولى من عمر النبات، لأن الفوسفور مهمة جدا لتكون وانتشار الجذور زي ما قلنا في البداية. كمان بيدي طاقة كبيرة جدا للنبات، تساعده على انتشار الجذور، تساعده جدا في مرحلة الإزهار وتكوين عقد الثمار. كمان وجد تركيبة عالي الفوسفور عالي البوتاسيوم، ودي تستخدم بداية من مرحلة الإزهار حتى جمع المحصول. هتكلم بقى عن مميزات أو فوائد استخدام السماد الكيماوي. أول ميزة فيه إن هو نتائجه سريعة جدا، يعني أنا مجرد ما استخدم السماد الكيماوي خلال عدة أيام تظهر النتيجة. تاني فايدة من فوائد السماد الكيماوي إنه يوجد في السوق على عدة صور وإنتاج لعدة شركات، وبالتالي متوفر وسهل جدا الحصول عليه. تالت فايدة من فوائد أو مميزات السماد الكيماوي إن أنا بقدر أحصل منه على عدة صور حسب ما أنا عايز. لو أنا عايز أزود النمو الخضري فأنا بدور على حاجة فيها نيتروجين عالي، زي ما قلنا عايز ادي طاقه للنبات او ازود انتشار الجذور بدي فوسفور عالي، عايز اخد تزهير بدي فوسفور عالي، عايز احسن خواص الثمار بدي بوتاسيوم عالي.
ايضا من مميزات السماد الكيماوي ان هو سهل الاستخدام، بمعنى ان اغلبه قابل للذوبان في الماء بشكل سريع جدا. كمان قد يوجد منه انواع كتيره جدا سائله، وايضا دي سهله الاستخدام. طب ما هي عيوب بقى السماد الكيماوي؟ اول حاجه ان اسعاره مرتفعه جدا جدا، قد يصعب على البعض شراؤه. نمرة 2 ان هو غير امن على البيئه وغير صديق للبيئه، يعني هيضر البيئه، هيعمل تلوث التربه، لو اتسرب للماء يعمل تلوث الماء، كمان ممكن يكون في متبقيات منه تؤذي او تؤثر على صحه الانسان على المدى الطويل. ايضا من عيوب السماد الكيماوي ان هو لا يحسن خواص التربه او لا يضيف قيمه للتربه، بالعكس ممكن كثره استخدام السماد تؤدي الى التقليل من جودة التربة. يعني مثلا انا عندي تربة ملحية واضفت سماد كيماوي بشكل متكرر، فانا هنا بضيف عبارة عن املاح للتربة، لان اي سماد كيماوي ما هو الا عبارة عن ملح، فانا كثرة استخدام السماد الكيماوي بزود نسبة الاملاح في التربة. هتكلم بقى عن السماد العضوي. السماد العضوي ما هو الا عبارة عن سماد طبيعي بينتج من مخلفات بعض الكائنات الحية مثل الحمام، الدواجن، الاغنام، المشاية. يحتوي على قيمة غذائية مناسبة، هو يحتوي على عناصر نيتروجين، فوسفور، البوتاسيوم، كالسيوم، المغنيسيوم، كبريت، مجموعة كبيرة جدا من العناصر الهامة لحياة النبات. لو احنا حابين نرتب الأسمدة العضوية حسب محتواها من العناصر الغذائية، بنجد أعلاها هو سماد الحمام، ثم يليه سماد الدواجن، ثم يليه سماد الأغنام، وبعد كده المشاية. طبعا السماد العضوي ايضا بيحتوي على الماده العضويه، ودي مهمه جدا في تحسين خواص التربه. هتكلم بقى عن فوائد السماد العضوي. اول حاجه ان هو بطيء التحلل، وبالتالي بيعطي النبات قيمه غذائيه تدريجيا، يعني ما بيديش النبات الدفعه الغذائيه مره واحده. ايضا من فوائد السماد العضوي تحسين خواص التربه، فبيزود قدره التربه على الاحتفاظ بالماء، لانه بيزود نسبه الماده العضويه في التربه، بيزود قدره التربه على الاحتفاظ بالعناصر الغذائيه الموجوده في التربه وجعلها في صوره ميسره لامتصاص النبات. كمان بيزود نشاط الكائنات الحيه الموجوده في التربه. طب ايه فايده الكائنات الحيه؟ فايده الكائنات الحيه هي انها بتحول العناصر السماديه المغذيه الموجوده في التربه، سواء انا اضفتها وهي موجوده بالفعل في التربه، من صورة غير قابلة للامتصاص إلى صورة قابلة للامتصاص من قبل النبات. أيضا من فوائد السماد العضوي إن هو بيحسن من سرعة نمو النبات وزيادة الإنتاج، وإن كان ده بيحصل على مراحل أو تدريجية مش بصورة سريعة أو في وقت قصير زي السماد الكيماوي. أيضا من فوائد السماد العضوي إن هو صديق للبيئة، لا يسبب تلوث للماء ولا للتربة، ولا أيضا له آثار ضارة على المدى البعيد على صحة الإنسان أو الحيوان. طب هل السماد العضوي ليه اضرار؟ طبعا ليه اضرار، اي حاجه لها فوائد ولها اضرار. اول حاجه ان كثره اضافه السماد العضوي قد تؤدي الى زياده نمو الحشائش او النباتات غير المرغوبه في التربه، لانه بيحتوي على بذور الحشائش اللي هي ممكن تكون المشاية اتغذت عليها. ايضا يزيد من مسببات الامراض في التربه زي النيماتودا وزي فطريات عفن الجذور. طب امتى يكون الكلام ده او امتى يتم الكلام ده في السماد العضوي؟ لو انا استخدمت سماد عضوي حديث هيؤدي الى حدوث هذه المشاكل. طب ازاي اتلافى الكلام ده؟ اخد السماد العضوي بتاعي اعمل له عمليه قمر في اكوام، اعمل كومه من السماد العضوي كبيره واتركها لمده حوالي 6 شهور. نتيجه لوجودها في كومه بيحصل تفاعل مع وجود الشمس والهواء الجوي، يحصل تفاعل داخل السماد العضوي، هذا التفاعل ينتج عنه حراره تصل الى حوالي 70 درجه مئويه. حراره تكون كافيه لقتل بذور الحشائش وقتل مسببات الامراض زي النيماتودا وفطريات عفان الجذور. اذا لو انا استخدمت سماد عضوي قديم تم التحلل بقاله على الاقل 6 شهور عندي، يبقى هنا نسبه ظهور الحشائش او مسببات الامراض هتكون قليله جدا. من ضمن عيوب السماد العضوي ان هو اضافته للتربه بتقلل نسبه الاكسجين الموجود في التربه وبتزود نسبه الكربون، لانه يعني التفاعل بتاعه لما انا اضيف السماد العضوي واضيف عليه الميه بيحدث تفاعل بينتج عنه زياده نسبه الكربون في التربه على حساب الاكسجين.
وده بيؤدي لاختناق البذور وموتها. من ضمن عيوب استمرار العدوى ايضا ان ممكن تكون نسبه العناصر السماديه الكبرى زي النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم تكون موجوده بنسبه قليله، وبالتالي ممكن تكون غير كافيه لاعطاء محصول مناسب او اعطاء زياده في الانتاج او زياده في سرعه النمو. فانا احتاج هنا ممكن دعم من السماد الكيماوي. ايضا من ضمن عيوبه ان نتائجه لتظهر سريعا على النبات. ايضا من ضمن عيوبه تراكم السماد العضوي في التربه قد يؤدي الى زياده نسبه الحشرات في التربه، قد ينتج عنه روائح كريهه غير مرغوبه، وبالتالي هنا يعتبر استخدامه لحد ما غير مقبول، خاصه في النباتات الداخليه اللي هي بتربى داخل المنازل. نيجي بقى على اخر سؤال، متى استخدم السماد العضوي ومتى استخدم السماد الكيماوي؟ السماد العضوي اولا انا بستخدمه في البدايه خالص في حاجه اسمها تجهيز الارض للزراعه. لو انا هزرع اي محصول في مساحات كبيره بعمل تجهيز للتربه، انا بحرك التربه وبضيف لها السماد العضوي مع مخلوط من السوبر فوسفات والكبريت الزراعي كمطهر للتربه، وايضا بعض العناصر الاخرى زي البوتاسيوم والنيتروجين. كمان لان بطيء التحلل هيبدا يتحلل تدريجيا، وبالتالي هيفيد النبات على مدار دوره نمو النبات كله. لكن بعد حدوث الانبات ممكن انا استخدم بقى السماد الكيماوي، ممكن استخدمه بجرعات مخفضه او جرعات نصفيه اعتمادا على اضافه السماد العضوي في البدايه بكميات كافيه. ممكن ايضا كل شهر استخدم بقى منوع السماد العضوي زي الاسمده الكتير جدا اللي احنا خدناها في القناه، زي مثلا السماد المعجزه. هنا ممكن استخدم السماد ده مره كل شهر. انا هسيب لكم لينكات الاسمده دي كلها في وصف الفيديو ممكن ترجع لها. ويمكن انا قلت في احد الفيديوهات ان في سماد افضل من طن كيماوي، لان هو الافضل في ايه؟ ان هو مش هيديني اي اذيه او مش هيضيف املاح للتربه، ان هو هيحسن من خواص التربه، ان هو هيزود نشاط الكائنات الحيه الموجوده في التربه. كل ده مش ممكن يعمله ابدا السماد الكيماوي. كمان انا ضايف فيه عناصر كتيره جدا هتساعد لحد ما على توفير قدر مناسب من عناصر للنبات عشان يقدر يحصل على سرعه في النمو وزياده في الانتاج. ممكن يستخدم السماد العضوي ده او المنوع بتاعه مره كل شهر جنب الجنب مع جرعات مخفضه من السماد الكيماوي. يبقى انا هنا عملت ايه؟ قللت احتياجي للسماد الكيماوي، قللت تكلفه استخدام السماد الكيماوي. عندي اهم مرحلتين في مراحل عمر النبات بيحتاجوا الى دعم بالسماد الكيماوي. مرحله التزهير، ودي بحتاج فيها جدا الى عنصرين مهمين، الفوسفور عشان يديه طاقه كبيره قوي للنبات يدفعه للتزهير، وبحتاج للكالسيوم على هيئه نضارات كالسيوم او كالسيوم رش. ده بيساعد جدا معايا على ثبات الازهار وتحسين العقد. كمان مرحله تكون الثمار بحتاج الى عنصر البوتاسيوم، لان ده بيحسن من خواص الثمار سواء من حيث زياده حجمها او تحسين خواص الطعم واللون. اذا هنا انا قدرت افهم يعني ايه سماد كيماوي، يعني ايه سماد عضوي، والفرق بينهم، وايه اضرار وفوائد كل نوع، وكمان امتى استخدم كل نوع، بحيث في الاخر احصل على زياده انتاج وسرعه في النمو وباقل التكاليف. شكرا لحسن سماعكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.